السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناه سر شاجي. ازيكم عاملين؟ اتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه ان شاء الله. النهارده الحمد لله انا لقيت حل كويس جدا انك تخش في الديب سليب او النوم العميق، و باقل تكلفه او بتكلفه بسيطه جدا، وبحس وكمان بدون اضرار جانبيه جنبيه. بص، انا كنت اتكلمت قبل كده في حلقه كنت عاملها ان هو لو انت عندك مشاكل في النوم، يعني صدقني الحل عندي. دي كنت بتكلم عن الميلاتونين اللي هو اهو، متهيألي برضه الكلام بيجي برضه متأخر. ميلاتونين دي كانت من شركة اون واشتريته، والحمد لله جاب معايا حاجة كويسة جدا. لما بكون عايز انام واروح واخد واحدة قبل النوم مثلا بحوالي نص ساعة او ساعة، وهو بيدخلني في النوم. بس في نفس الوقت انا هقول لك عن تجربتي. لما انا كنت بحب انام كنت باخد برشام حساسية عشان انام. انا كنت عايز مثلا انام، مثلا دماغي مصدعة، بفكر كتير، ببقى عايز انام، فباخد برشام حساسية. فبرشام حساسية دي فعلا بينيم، بس المشكلة انت بتقوم مكسر كأن واحد مديك علقة فوق دماغك. ليه؟ انت بتقوم تلاقي جسمك مش قادر وعقبال ما بتفوق ولا حاجه. الميلاتونين غير كده خالص. الميلاتونين بيفرز هرمون النوم وبيخليك تخش في الديب سليب بدون اي اثار جانبيه خالص. حتى كمان انا جبت واحده كمان، يعني جبت كمان علبه بس يعني ميلاتونين برضو بس من شركه ثانيه. الاقراص بتاعتهم صغيره جدا، الاقراص بتاعتهم يعني انت ممكن تاخد واحده كده يعني ما تحسش بيها، انت ممكن تمصها كمان. الميلاتونين ده حلو جدا وكمان متوفر في مصر، يعني انا شفت شركات كتير في مصر عامله الميلاتونين وكمان مكمل ميلاتونين. فاتمنى ان انت لو عندك مشاكل في النوم، الساعه البيولوجيه عندك مضطربه خالص، خد ميلاتونين قبل ما تنام بساعه او نص ساعه، وان شاء الله ان شاء الله يحقق نتائج كويسه جدا، وكمان هو سعره رخيص مش كتير. كمان الميلاتونين حلاوته ان هو في كذا مللي جرام فيه. انا اخترت اللي هو ال 3 مللي جرام، يعني اللي معايا هنا واللي معايا هنا 3 مللي جرام. في لحد 10 مللي جرام، الله اعلم في اكتر من 10 ولا لا، بس انت بتاخد واحده بس في اليوم او اثنين لو انت بقى تعبان جدا وعايز تخش في النوم. بس يعني المهم حتى كمان، وملوش كمان ادمان، يعني ملوش اضرار ان انت لو انت خدته فانت مش هتعرف تبطله، او لو انت خدته فجسمك يتعود عليه فتبتدي تزود الجرعه اكتر. لا 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 خالص، هو واحده كل يعني كل يوم ومفيش اي مشكله، وجسمك مش هيتعود عليه ولا حاجه، ولا ان انت بس عشان جسمك اتعود عليه فاللي هو ايه هيتاقلم، فانت لازم عشان تنام تاخد واحده كمان يعني اثنين، وبعد كده شويه كمان تاخد ثلاثه. لا لا، هو انت بتاخد واحده بس في اليوم وبيدخلك في نوم عميق بس. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سر شاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.